دي شاشة البداية بتاعة الأندرويد ستوديو، ده آخر إصدار موجود حاليا اللي هو 3.1.4. إحنا هنعمل Start New Android Studio Project، بندي البروجكت بتاعنا Application Name، أنا هسمي الأبلكيشن مثلا The Converter. الطريقة دي في الكتابة بنسميها الكامل كيس، إن أول حرف في كل كلمة كابيتال. Next، دي نسخة الاندرويد اللي انا هشتغل عليها اللي هي 16. ليه بنستخدم نسخة قديمة رغم ان احنا دلوقتي وصلنا ل 28؟ علشان نخلي الابليكيشن بتاعنا ممكن يشتغل على اي لابتوب او اي تابلت او تليفون قديم. طبعا لو انا بصمم لحاجة تاني زي ساعة او تلفزيون هختار من هنا، يبقى احنا فلان تابلت 16 EBI 16. هبدأ بـ Empty Activity. لو انت بتستخدم مصدر قديم من الاندرويد ستوديو هيكون عندك حاجة اسمها Blank Activity وحاجة اسمها Empty Activity. الاكتيفيتي بختار لها اسم، باي ديفولت هو بيكون اسمها مين اكتيفيتي، وبعمل فينش. خلوا بالكم ان انا عندي اكتيفيتي نيم وعندي لاي اوت نيم عشان هنحتاجهم لجوه. قبل ما يبدا دايما بيديني زي ملحوظه او نصيحه، لو انت عايز الشاشه دي تفضل دايما ظاهره بتقول له كلوز، لو عايز تخفيها في المره الجايه بتشيل علامه الصح، نعمل لها كلوز. احنا عشان نتعامل مع الاكتيفيتي اللي هي بالنسبة لنا الشاشة محتاجين حاجتين، محتاجين اداة تساعدنا في تصميم الشاشة دي، نحط عليها العناصر ونرتبها، الطريقة اللي الاندرويد ستوديو بيستخدمها او اللغة اللي الاندرويد ستوديو بيستخدمها عشان ينظم الشاشة بتاعته، الاكتيفيتي اسمها XML، يعني اللغة اللي بتكتب بيها الكائنات على الاكتيفيتي هي XML. ومحتاجين لغه نكتب بيها الاكواد اللي تخلي الابلكيشن تشتغل، لان انا دلوقتي لو حطيت بتون على الاكتيفيتي زرار، ما هو الزر ده مش هيعمل حاجه غير لما اكتب له كود، فالكود بكتبه جافا، يبقى انا المفروض ادرس اكس ام ال وجافا. طبعا احنا مش هندرس دلوقتي لا اكس ام ال ولا جافا، احنا دلوقتي بنتعلم الصوره الكامله بتاعه الاندرويد.